إذن هي 9 صباحا في القاهرة والسادسة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة جديد. أهلا ومرحبا بكم. تستضيف مصر اليوم اجتماعا للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبمشاركة 11 فصيلا فلسطينيا، بالإضافة إلى رئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية. يهدف الاجتماع الذي يعقد برئاسة الرئيس الفلسطيني لمناقشة الأوضاع الداخلية الفلسطينية وسبل إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي حدث في عام 2007، وكذا الاتفاق على رؤية موحدة لمواجهة التحديات التي تشهدها القضية الفلسطينية. تأتي استضافة مصر للاجتماع في إطار دورها الرئيسي في عملية المصالحة الفلسطينية ورعايتها للحوارات الفلسطينية، وكذا حرصها على إعادة اللحمة للشعب الفلسطيني. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي مع نظيره الفلسطيني للتباحث حول كل القضايا محل الاهتمام، وذلك في إطار الحرص على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية. تنطلق اليوم 5 جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني في مركز القاهرة للمؤتمرات في مدينة نصر بحضور واسع من مختلف أطياف المجتمع. من المقرر أن تناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابية المندرجة تحت المحور السياسي اليوم قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما تناقش لجنة النقابات والعمل الأهلي حل التحديات الخاصة بالعمل النقابي العمالي، كما تناقش لجنة المحليات على مدار جلستين قانون الإدارة المحلية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم أوكرانية بطائرات مسيرة على أهداف في العاصمة موسكو، وأشار عمدة موسكو إلى أن مسيرات أوكرانية استهدفت مبنيين في العاصمة الروسية دون وقوع ضحايا. وفي غضون ذلك عاد العمل إلى مطار فانكوفكو جنوب غربي موسكو بعد إغلاقه لفترة قصيرة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مبادرة السلام الأفريقية بشأن أوكرانيا يمكن أن تكون أساساً للسلام، مشدداً على أن موسكو لا ترفض المحادثات بشأن أوكرانيا. واستبعد بوتين إمكانية تنفيذ وقف إطلاق النار في ظل استمرار هجوم الجيش الأوكراني، وأكد في الوقت نفسه أنه لا مؤشرات على تغييرات خطيرة على الجبهة الأوكرانية. أعلنت السلطات الأوكرانية في زابوريجيا مقتل شخصين على الأقل في هجوم صاروخي روسي على المدينة، وقال سكرتير مجلس المدينة أناتولي كوروتيف أن موجة الانفجار الناتجة عن القصف حطمت نوافذ 13 مبنى شاهقا ومؤسسة تعليمية. أصيب 3 أشخاص في حادث إطلاق نار في مدينة روتردام الساحلية في هولندا، وقالت الشرطة الهولندية أنها أطلقت عدة أعيرة نارية على المهاجم الذي تم نقله مع المصابين إلى المستشفى، لكن حالتهم غير معروفة. تسببت الفيضانات الناجمة عن إعصار دوكسوري في حدوث انهيارات أرضية في أجزاء من الصين مع بدء عمليات الإنقاذ. كان دوكسوري أقوى إعصار يضرب الصين هذا العام، وثاني أقوى إعصار يضرب مقاطعة فوجيان جنوب شرق البلاد منذ إعصار ميرانتي في عام 2016. ودفع السلطات لإغلاق المدارس وكذا الشركات وإجلاء العمال من حقول النفط والغاز البحرية في الولاية. ختام موجز 9، ولمزيد من الأخبار يمكنكم دوما مشاهدينا تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكي آر كود الظاهر على الشاشة. وأعود وإياكم مرة أخرى إلى زميلي رامي الحلواني. إليك رامي، شكرا لك.